أوصى بنك جي بي مورغان بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل عام، كما توقع جي بي مورغان أن تتراجع معدلات التضخم في وقت لاحق من العام، مما يفسح المجال لخفض أسعار الفائدة. أكد تقرير لمعهد التمويل الدولي أن صفقة الاستثمار السياحي التي وقعتها الحكومة المصرية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة تمثل أكبر تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر. أضاف التقرير أن صفقة رأس الحكمة ستساهم في زيادة تعزيز الأصول الاحتياطية لمصر، مما يؤدي إلى تقليل صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، وأن التدفق الكبير للعملة الصعبة سيشكل طريقا لمصر في الإصلاح من أجل استدامة طويلة الأجل. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاع جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعملية شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمصرية نحو البيع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق نحو 93 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 2.124 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 18.9 مليار جنيه، تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.3 مليار جنيه. أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا، لكنه أقر بأن التضخم يتراجع بوتيرة أسرع مما كان يعتقد من قبل، مما قد يمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. يذكر أن البنك الأوروبي يحافظ على تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة قياسية منذ سبتمبر، ويقاوم حتى الآن أي دعوة لخفض أسعار الفائدة، حتى مع إقرار صناع السياسات الآن علنا بأن مثل هذه الخطوة آتية وأن موعدها فقط هو المطروح للنقاش. شهدت ألمانيا إضرابات في ثلاثة قطاعات مختلفة، حيث توقف سائق القطارات وأفراد أمن المطارات وموظفو الطواقم الأرضية في شركة الطيران لوفتهانزا عن العمل، مما تسبب في مزيد من المتاعب لملايين المسافرين. تعد تلك الإضرابات هي الأحدث في موجة التحركات العمالية التي تشهدها ألمانيا، حيث أدى ارتفاع معدلات التضخم ونقص القوى العاملة إلى فشل عمليات التفاوض بشأن الأجور في أقسام رئيسية من قطاع النقل، من بينها السكك الحديدية والسفر الجوي والمواصلات العامة.